قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. ما يقول الهدي النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، وما هي الأعمال المشروعة في العشر؟ يعني عشر ذي الحجة. نعم يا شيخ. الأعمال المشروعة في العشر الأواخر كل عمل صالح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بل إنه أخبر أن هذه العشر العمل فيها هو خير الأعمال وأحب إلى الله عز وجل. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ألم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولم يحدث صلى الله عليه وسلم عملا خاصا، ولكن التكبير في هذه العشر التكبير المطلق، ويذكر الله في أيام معلومات وهي العشر، التكبير والتهليل. وكذلك استحب صيام هذه العشر، يعني تسعة أيام آخرها يوم عرفة، إلا الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرا. وكذلك نوافل الصلوات وجميع الطاعات لها فضل في هذه العشر. نعم. أحسن الله إليكم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.